أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج يوم جديد يأتيكم عبر قناة الموريتانية. مرحبا بكم كاملين معنا اليوم، وإن شاء الله يوم سعيد عليكم وعلى الجميع. نبدأ اليوم البرنامج بفقرة نقاش، ويسعدنا أن يكون معنا المفتش العام لرابطة العلماء الموريتانيين الشيخ بونا عمرلي. ومرحبا بك وسهلا رضيت الشيخ. أهلا وسهلا مرحبا. اليوم سنتحدث عن مفهوم الأفضلية في الإسلام، وشن هي المعايير التي يعتمد عليها مبدأ الأفضلية، وكيف نحدد معالم وضوابط الأفضلية في الإسلام. في البداية شيخ مرحبا بك، ونختار ونعرف ونجبر شرح موجز عن قضية مفهوم الأفضلية في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لكي نشرح الأفضلية ومفهوم الأفضلية في الإسلام، يجب أن نشير قليلا إلى ما كانت عليه الحال قبل الإسلام. فإن الناس كانوا يتفاضلون بألوانهم وبأجناسهم وبقبائلهم وبمستواهم بأموالهم. هذه هي التي كانت أسباب التمايز بين الناس والتكبر بعضهم على بعض، والتصرفات التي تتناسب مع مستويات العامة من الطبقيات المختلفة التي تؤكل صفو المجتمعات. فجاء الإسلام أراد أن يلغي تلك المقاييس الجاهلية. فأولا أراد أن يثبت كرامة الإنسان من حيث هو إنسان، ولقد كرمنا بني آدم. المسألة الثانية، أراد أن يرجع أصل الناس جميعا إلى أسرة واحدة، حتى يعرفوا أنه لا معنى لاختلاف الألوان، نعم، والألسن والعناصر والقبائل آخر. وثبت أنهم كلكم لآدم، وآدم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تغير مفهوم الأفضلية بالألوان والأجناس والألوان إلى مفهوم العمل الصالح. فلا يجوز في الإسلام التفاضل المبني على هذه الأمور التي لا يملك الإنسان فيها شيئا، مثل جنسه ولونه وأصله وجهته ومكانه، أمور الفطرية التي لا يمكن يتفاضل الناس فيه، أمور لا ما مخير فيه الإنسان، لا يتفاضل فيه الناس. يجب أن يحقق للناس التساوي كامل، لأنهم أسرة واحدة من أب وأم واحدة. أما التفاضل سيكون في الأعمال. هناك الفضل الفطري يتساوى فيه الناس جميعا ولا يملك الإنسان حق نقصه ورفضه، وهناك الفضل المكتسب. وهذا هو اللي يتفاضل فيه الناس، يتفاخر فيه. يتفاضل فيه الناس، معنى أنه أتقاكم أكرم إن أكرم عند الله أتقاكم، معناه أكثركم عملا صالحا. إن لا يمكن أن تستوي أن يتساوى بين من عمل صالحا ومن عمل سيئا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ لا، هذا لا يمكن. يعني لا يمكن يتساوى، يعني يتفاضل الناس، لأن هذا التفاضل هو الذي يحيي المجتمعات، وهو الذي يبني المجتمعات، وهو الذي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والتنافس لماذا تنافس؟ تنافس من أجل التفاضل. لماذا تكون هذه فرقة من الكرة وهذه فرقة أخرى تتنافس؟ كل واحد تريد أن تكون أفضل. نعم. معنى الأفضلية هنا هي الإيجابية التي تحرك المجتمعات وتبنيها، لكن إذا بنيت على الأسس السليمة، على الأسس الصحيحة، وتؤدي نتائج وحقائق مهمة جدا في المجتمع. إذا تحدثتم شيخ عن معيار الأفضلية، وهو معيار التقوى اللي ورد في الإسلام. لكن نحن اليوم نجد الناس تتنافس في البنيان، تتنافس في السيارات الفاخرة، تتنافس في الأموال، في البنين، يعني في كثير من هذه الأشياء. نعم، عكس هذا مطلوب. لا، هذا مطلوب في الشرع، مطلوب أن يتنافس الناس، وهذا هو اللي يبني الحياة.
ولم يتنافس الناس ويحاول كل واحد يكون أفضل من الثاني فإن الحياة تموت وتجمد. يعني هذه سلبية تماما في جانب التفاضل. والمهم هنا أن يتنافس الناس على الخير، لكن بالشرط أن يكون هناك مساواة والعدالة وعدم ظلم أحد. أنت تتنافس مع الناس في التجارة وتحاول أن تأتي بأحسن التجارة وبأكثر الأرباح، ولكنك لا تغش أحدا ولا تخدم أحدا ولا تخون أحدا. إذن ولكن المهم هنا الخطورة ليس في التنافس، ولكن المهم أن تبني تفاضلك وفضلك على أسس سليمة، أسس ثروتك. هناك طبعا الحصول على الثروة، أن تتفاخر بثروتك على الذي لم يحصل على هذه الثروة، أن تتفاخر بمسؤوليتك على الذي لم يحصل على هذه المسؤولية. هذا هو الخطير في الأمر. ليس لأنك لا تنتمي إلى قبيلة، لكن الخطير هو أن تتفاخر على الناس بالقبيلة. ليس معنى لا تفتخر إلى عنصر، لا تنتسب إلى عنصر، ولكن الخطير هو أن تتفاخر مع الناس أو أن تتعالى على الناس أو أن تغبى أو ترى فضلك على الآخرين بسبب عنصر أو لون أو جنس أو قبيلة أو أي شيء آخر. البعض يقول أنا من قبيلة كذا لا يمكن أن أجلس مع هؤلاء القوم لأنني أنا أعلى شأن منهم، يعني وهؤلاء ليسوا أشراف ولا يمكنني طبعا أن تربطني بهم علاقة نسب أو مصاهرة، يعني شيء من هذا القبيل. نعم، هذه النبرة صفة من صفات الجاهلية. تعرف أنه بدأ الإسلام بمشروعه التنويري هذا اللي تصحيح الأوضاع وإنقاذ البشرية خاطئة. من الظلام طبعا، عندما كان بعض الصحابة مثل أبي ذر على جلالة قدره عير بعض صحابة السود، قيل أنه بلال يا ابن السوداء، يعني احتكار. نوع من التمييز، نوع من التمييز ونوع من الاحتكار الآخرين، كأنه هو تعالى على الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، عيرت بأمي، إنك امرؤ فيك جاهلية. مع أن هناك بقايا الجاهلية ما جت معك حتى الآن، موجود أنا بعد المجتمع، بعد المسلمين أنفسهم وفيهم بعض الآثار الجاهلية حتى الآن. هي صفات وأخلاق، ليست مرحلة زمنية معينة، إنما هي أخلاقيات ومسلكيات. من عاشها عاش أخلاق جاهلية وفاسدة ولو كان في الإسلام. معنى أن هذه الأخلاق التي ذكرت الآن، أي تكبر وتعالي وافتخار واحتقار الآخرين، هذه من عادات الجاهلية اللي جاء الإسلام يقضي عليها. فالإسلام هو اللي رفع بلالا على قريش، يؤذن عليهم جميعا وهم ساكتون، وهو اللي رفع سلمان الفارسي الذي كان سرق في المدينة وحرر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشارك في غزوة الخندق، أول غزوة يشارك فيها لأنه فاتت الرق فات عليه بدر واحد. لكن لما حضر وأعطى رأيه السليم والجيد جدا واللي أنقذ الأمة، قال المهاجرون سلمان منا، وقال الأنصار سلمان منا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل سلمان منا أهل البيت. معنى الرجل عندما رجل مهما كان ولو كان، لكن إذا كان له أعمال جيدة يفتخر بها الناس، لكن لا يهان الإنسان لأصله ولا لفرعه ولا لنسبه ولا أصله. معنى ذلك أن القرآن ندد بإبليس لعنة الله عليه عندما قال أنا خير منه. سبب ماذا؟ عنصرية. خلقتني من النار وخلقته من طين، الطين ظلمة والنار نور، معنى أنني أفضل من لماذا العنصر. هذا التنديد القرآني لإبليس، إنما أنت تحاول أن تتفاخر على الآخرين بعنصريتك بعنصرك ولا بلونك ولا بقبيلتك ولا بكذا، وتحتقر الآخرين وترى أنت أعلى منهم أفضل منهم، فأنت ثاني إبليس تتزنيه ولا تعشره ولا سأل الله السلامة العافية. إذن شيخ، كيف نحدد هذه المعالم وهذه الضوابط الأفضلية؟ كيف نضع لها حدود؟ يعني كيف نجعلها واضحة للناس لكي طبعا الحدود واضحة. هناك قواعد شرعية، هناك مزايا، هناك أفضليات. يقول العلماء المزية لا تقتضي الأفضلية، هي قاعدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان للعامل فيه أجر 50، قالوا 50 منا ومنهم، قال بل 50 منكم. نحن الآن واحد منا يعمل عمل ويعطى أجر 50 من الصحابة، اللي عمله 50 صحابيا
يعطى هو أجره بعمل واحد. هاي مزية؟ هل هو أفضل من الصحابة؟ لا، المزية لا تقتضي الأفضلية. رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من أكرم الناس، فقال أتقاهم. قالوا ما عن هذا نسأل؟ قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. هاي ميزة لم يجدها أحد من الأنبياء، أبوه نبي وجده نبي وجده جده نبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر أنه أكرم، أنه أكرم، لما وجد حتى رسول الله ما وجده، ما وجد هذا، أبوه ما كان نبي ولا جده. قال يوسف ابن نبي خليل الله. قالوا ما عن هذا نسأل؟ قالوا عن معادن العرب. قالوا نعم. قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. مسألة هي قاعدة. إذا فقه. أسلموا يعني إذا دخلوا الإسلام. إذا دخلوا الإسلام فقهوا فهموا. فقهوا أنا فهموا. فهموا. ما فهموا بعض الناس دخلوا الإسلام الذين ذكرتم الآن ما فهموا. ما فقهوا هاي اللي يتميزوا على الناس اليوم بقبيلتي وسلطة كذا وكذا. ما فهم الدين. هذا جاهل. فهم جاهلية. ما عنده فهم الدين فهم الإسلام. قال إذا خياركم بالجاهلية ثبت القواعد الخيار خيار عندكم في قواعدكم. لكن في الإسلام أيضا له قواعده في الخيار. إذا فقه قواعد الإسلام في الخيار وفقهها وعاشها صار خيرا، كان خيرا وما زال خيرا. إذا خياركم في الجاهل خياركم في الإسلام بشرط إذا فقه، إذا فهموا مراد الدين. معنى أن هناك فرق بين المزية وبين الأفضلية. وهناك أيضا بهذا المفهوم الآن مثلا أخذنا بعض الأمثلة عندك القوامة الرجل على المرأة هذه كلها فيه ذكر فيه الفضل. الفضل هنا يرجع إلى الفضل المكتسب. قوامون على يرجع فضل هنا يرجع إلى فضل مكتسب، وما هو فرج ما هو فرض، ما هو أفضلية للجنس ولا للون ولا لأشياء، لا، اللي قضية المكتسب. ذكر علل الأفضلية شيئين، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. مسألتين. وتفضيل هنا مع تمايز. تمايز. المرأة أحسن من الرجل في كثير من الأشياء. والرجل أحسن من المرأة في كثير من الأشياء. معنى هناك صفات للرجل لا يتمتع بها المرأة، وهناك صفات للمرأة لا يتمتع بها الرجل. معنى ما بينهما تفاضل، بينهما تكامل. ولكن هنا الميزة هنا فضل الفضل معنى زيادة في اللغة. هاي هناك صفة القوة والبحث عن الأرزاق ومقارعة الأسود ومقارعة الغابات ومقارعة كذا كذا كذا. هذا جسم الرجل مهيئ لهذا، جسم المرأة لم يهيئ لهذا، وهي لشيء آخر، لحمل الولد إلى آخره، لذكر ظروف الأسرية. أيضا جسمها مهيئ، وجسمها رجل مهيئ لأعمال شاقة أخرى. وبالتالي هذا تمايز ليس فضلا، ولكن الإدارة قوام هنا قال ابن كثير أي رئيسها والقائم عليها. معناها أنه إدارة، هي شركة فيها رجل وفيها مرأة وفيها من أنفق الأموال صاحب رأس المال وفيها كذا إلى آخره. إدارة الشركة لابد وطال صاحب رأس المال الكبير يعني اللي أولا يمتاز بعض صفات الخارجية صعبة شاقة، ثانيا أيضا أنفق الأموال ينفق في النفقة ومهر وغيره، وإذا فارق هذه أيضا هو اللي ينفق مع أسر أخرى إلى آخره. معنى هاي القوام معنى إدارة. نعم إدارة. معنى إدارة فقط، إدارة لو توطى لواحد إما للرجل وإما للمرأة. نعم. لو يوطى إدارة لواحد منهما. أكيد. إذن هذه القوامة وليس نعم. أنها أفضلية بين الرجل والمرأة، لا، موضوع الجنس وموضوع الألوان وموضوع كذا كذا لا يجوز تفاضل فيه إطلاقا، ولكن يتفاضل الناس في المكاسب، في الأمور التي اكتسبوها، في الأعمال التي حصلوا عليها، وفي الميزات كذا كذا. هذا وتفاضل أيضا لا يتعارض مع المساواة. مع المساواة، هذا يحصل على كذا من راتب لخبرته وشهادة العالية، وهذا يحصل على قدر كذا دون ذلك، هذا تفاضل مساواة في حد ذاته. أي مساواة، لا نقول ظلم، لا، كل واحد يأخذ حقه أكيد حسب كفاءته وحسب مهنته وحسب خبرته. شيخ، طبعا الله سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق، والبعض الآخر في المال، والبعض الآخر في البنون، والبعض الآخر في كذا. يعني يحصل نوع من هو نوع من توازن، يعني البعض يعرف رواية الفلانية والآخر يعرف متفوق في رواية الفلانية. يعني فيه نوع، البعض يقول لك يعود ينظر إلى ما يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضل ومن رزق. كيف
يمكن تغيير هذه العقلية وتغيير هذا السلوك السيء، رجاع الناس إلى جادة الصواب من خلال الدين؟ نعم، هنا التربية الأخلاقية مفيدة في المجتمعات، قواعد شرع واضحة ومبادئ شرع واضحة، ولكن الإنسان ينحرف كلما ابتعد عن أخلاق الإسلام يسلك مسلكا منحرفا. فالإنسان اللي يؤمن بالله ويؤمن بأخوته للمسلمين، يعني إن الله ثبت قاعدة ليست عبثية، يعني إنما المؤمنون إخوة، إخوة. نعم. فهي كان هو من المؤمنين يجب أن يعرف أنه أخ للآخر، الآخر المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، معناه أنه تربية أخلاقية، تذكير الناس بهذه المبادئ وأنها شروط من شروط دينهم وإيمانهم، هذا هو يجعلهم ينضبطون مع الأخلاقيات الفاضلة، حيث لا يتكبر على أخيه ولا يظلم أخاه ولا يحسده، لأن يقولون أن الحاسد يسيء الأدب مع الله، هو الحاسد هو اللي يتمنى زوال نعمة على عبده، على عبد ليس اللي يقبضه. قال المؤمن حديث المؤمن يقبض ولا يحسد، يعني يتمنى أن يجد ما يجد فلان أو يجد أحسن منه، أحسن منه يمكن يتمنى هذا ويحاول، هاي غبطة، هذا مطلوب شرعا، وهو تفاضل اللي أشرنا إليه قبل قليل، واللي سنة الحياة شريان الحياة كذا، وهو تفاضل لا كتنافس، المطلوب تفاضل وتفاوت مثل العمل الصالحات. إذا معنى ذلك أنه يرغب في تفاضل يجد ما يجده، لكن الحاسد يرى أن ما فعل الله غير مصيب غير صواب، يرى أن الله أعطى هذا ولا ينبغي يطيعه ولا يستحق، يعني لا يستحق كذا أن يجدك كذا، أساء أدب مع الله أولا قبل أن يسيء الأدب، يعني هذه ما هذا إنسان شخص بتقاه وبورعه وبتقربه إلى الله، طبعا الله سبحانه وتعالى يجعل فيه ميزات وأفضلية عند ما هي عند الناس، يعني بالتالي يعود بعض الناس يحسدوا على هذه النعمة اللي أعطاه مولانا، يعود ما هو يقول هذا ما يستحق، وبين عدانا جبرت والله وجبروا فلان أكثر أولى منه ب. هذا هو الغرور اللي قلت لك أنه يساوي سوء أدب مع الله. لو كنت مؤمنا حقا لرضيت بما قسم الله لك وما قسم لغيري، وإذا وجدت أحدا عنده علم كثير ولا عنده فضل كثير وعنده زيادة الأعمال عليك أنت، معنى هاي عنده له فضل عليك، ينبغي أن تحاول أن تتجاوزه، لأن المعيار الذي وضعه الله لتفاضلي هو معيار متاح للجميع، ما هو مربوط بجنس ولا بلون ولا بإرق ولا بأنصر، متاح للجميع. أتقاكم، والتقوى مجال العمل الصالح، اللي يعمل أعمال صالحة يتفوق ويزيد ويتحسن، الذين يعملون أعمال فاضلة أعمال الصالحة يشجعون يكرمون ويعطون لهم إجازات شهادات ويعطون لهم إجازات ويعطون لهم أوسمة شرف، لأنهم أتقنوا وأزادوا على آخرين في العمل، هذا هو الفضل. الفضل معناه زيادة العمل، زيد عملك. إذا معنى إذا كنت تريد أن تتنافس معه تحصل على ما حصل عليه أو تحصل على أكثر مما حصل عليه، توجه إلى الله الذي أعطاه، تدعوه أن يعطيك، وتبذل جهدا لكي تحصل على ذلك أو تزيد عليه. الأمور أمر متاح، يعني هي متاحة أمام الناس، فليتنافس المتنافسون، يعني يتنافسوا فيها الناس. لكن نختار نعرف شيخ شنو هي النوافل أو شنو هي الأشياء التي تزيد من فضلية الإنسان، أعمال يعني تقرب من الله، وتكون هذه الأعمال بسيطة في حد ذاتها وهي عظيمة عند الله. هو أهم العمل إلى الله العمل الذي يؤديه الإنسان مخلصا لله، إخلاص، الإخلاص فقط، بين قوسين. ما في عمل نقول أنه هذا أفضل وهذا يقرب إلى الله أكثر وهذا كذا هكذا، لا لا لا، جميع الأعمال التي أمر بها الإسلام تقرب إلى الله، والدرجة التي تتفاوت فيها الأعمال في تقريبك إلى الله هي بقدر إخلاصك فيها. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صور لنا هذا بأن رجلا سيدخل الجنة ولم يعمل عملا مقبولا إلا عملا سقى كلبا، كلبا نعم، وفي آخر أنه حرر عصفورا كان يعذب الأطفال اشتراه وحرره، قبل من عمله، عمل آخر كل ما مقبول قبل عمله، عمل مخلص، لأنه سقى هاي الكلبة ليس خوفا منه ولا طمعا في مدح الناس له ولا مدح كلب له ولا خوف من ذمه. هذا الإخلاص هو سر الأعمال الناجحة.
يعني النية أبلغ من العمل، أبلغ من العمل، والنية أيضا لابد لها من إخلاص. والنية لابد لها من إخلاص، والإخلاص هو أن تعمل هاي العمل بخاصية بينك وبين الله، أنك عملت هذا لله. ولا بد الإنسان كل مسلم يحرص في كل يوم أن يحصل على عمل ولو واحد من هاي النوع. عمل كل عمل كثير عمل تعملها وأنت غافل، وأنت لا تفكر فيه، وأنت لا تنظر يعني فيه. يعني تتصدق على شخص، وطبعا تكون النية ما هي حاضرة حتى عندك، والله روتين فقط. يمكن تعمل أعمال عبادة حتى النافلة، صلي نافل روتين، صلي كذا روتين، صلي كذا، لكن لابد تحرص على نفسك وتحاول أن تضغط على نفسك في اليوم وتحصل على 2 3 4. يتفوت الناس في هذا الوصول على عمل الخالص، عمل المتقبل واحد خالص ينجي. الأعمال الكثير الغير متقبلة لا تنفع شيئا، لكن نرجو أن يتقبل الله أعمالنا جميعا. ولكن المهم هنا أساسا الصلاة هي الفرصة والصلة التي تربط بين العبد وربي، وبها يحصل على نورانية في قلبي، لأن هناك اتصال، يتصل بالله سبحانه وتعالى. ومواعيد، 5 مواعيد على الأقل إذا لم يتنفل، 5 مواعيد على الأقل ثابتة يقابل الله فيها ويناجي ويتكلم ويتقرب إليه. ولا بد أن يحاول أن يوصل السلك، السلك بين عبوديته وربوبيته، في سجوده يخضع لله تعالى ويكون أقرب عبد، أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وهو ساجد في السجود يقول الله أكبر، الله أكبر في الركوع، قال الله أكبر، قال الله أعظم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي. هناك قال سبحان ربي الأعلى في السجود، لأنه العلو. خضوع الإنسان، قمة خضوع الإنسان في عبوديته قمة اتصاله بألوهية الله سبحانه وتعالى. وهناك يكون هناك كل إنسان في كهرباء، في سلك سالب، سلك موجب، لكن المشكلة اتصالهما، اتصالهما فقط، طريقة وصل، طريقة وصل صحيحة، طريقة وصل يعني. عمل كونتاكت، وإنما إذا لم يحدث كونتاكت ما فيه ضوء، ما فيه ضوء، والضوء موجود، الضوء موجود في الإنسان. إذا لابد في صلاته يحاول أن يتقرب. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك من صلاتك إلا ما حضرت. لا ما حضرت يعني تكون قلب حاضر والنية موجودة، قدر اللي حضرت أنت في صلاتك هو الذي لك من صلاتك. الشيطان يختلس منها ما 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 استطاع، وأنت تختلس منها ما استطعت منافسة. هناك أيضا بعد قال في حديث آخر، عفوا شيخ، هناك أفضلية أيضا لصلاة الجماعة عن صلاة الفرد، لك صلاة بالمسجد 27 درجة وصلاة يعني هناك نعم التنافس مطلوب، التنافس مطلوب في كل عمل صالح، كل عمل يزاد فيه الأجر. إنسان يوطر نفسه على أنه يحصل على قدر كبير. هناك مناسبات، هناك أيام فاضلة يضعف الأعمال، هناك رمضان، هناك ليالي العشر من الحجة، هناك 10 أواخر من رمضان، وهناك توالى رمضان، وهناك موسم من الحج، وهناك مناسبات معينة تضعف فيها الأعمال، وهناك كذلك أيضا صلوات وعبادات تضاعف في الأعمال، مثل صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب 27 درجة. هذا تفاضل الإنسان ينبغي أن يبحث عنه، لا ينبغي أن يختصر بواحد. يقول أن الإنسان ما هو تاجر ذكي فقط، ليس ذكي، لو كان تاجرا ذكيا لحسب حسابات يعمل نفس العمل اللي يعمله هنا يحصل على 1، ويعمله هناك نفس العمل يعمل على 27 درجة. إذا كان يحسب جيدا لعرفة أنه لا ينبغي أن تفوته صلاة الجماعة هذا في المسجد، لأنه يزيد من عمله. أي التنافس هو المطلوب، التنافس الإيجابي هو الذي دعا إلى الإسلام، هو الذي يؤدي لتفاضل في المكاسب، وهذا هو المطلوب. جميل. بالنسبة للوسائل الإسلامية التي اللي من خلالها يتم إقناع الناس بضوابط أفضلية الإسلامية، شنهي للأفضلية المطلقة طبعا، رغم أن الكثير طبعا من الناس يختلط عليه المفهوم. الأغلبية نسبية دائما، الأغلبية نسبية. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم أنه لما قالوا أكرم الناس، من أكرم الناس؟ قال لهم فقد أتقاهم، ثم قال لهم يوسف عليه السلام، ثم بدأ فكر قالوا معناها أن الأفضلية نسبية، ما في مطلقة، ليس مطلقة، في جانب حسب الأعمال، حسب الأعمال لا تتعارض أيضا أفضلية مع المساواة، لا تتعارض مع المساواة، الناس متساوين في الحقوق والواجبات، أو في الحقوق قدر الواجبات، حسب واجباتهم، حسب ما يكلف كل واحد يجازى حسب عمله، فإن الجزاء سيكون حسب العمل، العمل طبعا حسب العمل، وليس فيه ظلم لأنه جوزي على عمله.
لكن المهم هنا كيف نربي هذا في نفوس الناس. كيف هذا هذا مبدأ؟ أولا العلم. الإنسان إذا لم يعلم، هو في حديث اللي قال يفقه، يفقه مبدأ مهم. نعم. إذا فقه الإنسان لا يمكن يفقه الدين، لا يمكن أن يكون مستقيما في الدين وسلوكه ينسجم على الصراط المستقيم إلا إذا كان فقه الدين. لهذا قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، يفهم الدين. هناك قد يعلم شيئا أشياء كثيرة لكنه غير فقيه في الدين، لا يفقه شيئا في الدين، وعن يعرف كثير. لكن الفقه في الدين ميزة خاصة، شيء زائد على العلم، وبالتالي العلم ينبغي أن يحصل ويؤدي إلى الفقه. والفقه هو الناتج عن العمل التطبيقي، ويسمى بعض الناس المعرفة، الناتج عن تجربة. العلم الذي أمر به يؤدي إلى علم آخر، كما يقول إمامنا مالك، كما يروى عن إمام مالك أنه قال من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يكن يعلم، يعني يعطي حكمة أو معرفة، يعني يعطي حكمة، حكمة على زيادة العمل. العمل هذا يؤطي إلى عمل آخر، وأعرفه علما وعمل به، فالعمل يزيده علما، يرفع من علمه. هنا تطبيقه ليؤدي إلى زيادة علم، لأن خبرة وتجربة هي اللي تزيد العلم. الشخصان يتخرجا من مدرسة واحدة، وهذا يمارس المهنة وهذا لم يمارس المهنة، نسية طبعا درسه طبعا، غدا أو بعد غد سيكون هذا أفضل بهذا بكثير، أحسن منه بكثير، لأنه ذاك هو اللي يسمي بعض الناس حكمة، يسمي بعض الناس معرفة، يعني اكتسب معرفة. يعني اكتسب معرفة وطبقها أيضا بالعمل، من خلال العمل، اكتسب علما وطبقها فعلما وكسب معرفة، لأن يعني تطبيق العلم هو اللي يعطيك معرفة واللي يعطيك حكمة. من يعطي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ما أوتي من العلم إلا قليلا، لكن من يؤتي حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حكمة معناه شيء زائد على العلم، معناه نتيجة العمل. وبالتالي الإنسان اللي يريد أن يستفيد من حياته ويطور حياته لا بد أن يحاول أن يمارس، أن يعلم أولا ثم يعمل بما علم لكي يفقه، لكي يجد معرفة. والمعرفة هي الحكمة عند بعض الناس، هي الحكمة عند بعض الناس. والمهم أساساً الإنسان من يهدي الله فهو المهتدي، ولكن الإنسان يبحث عن يستقيم، خاصة يتخذ الصلاة هذه ذكرناها معراجا إلى الله، وهو وسيلة ترقية بشكل مستمر. النظام المفاضل في الإسلام نظام دعوة إلى الإبداع والإنتاج وتسابق طبعاً. الخيرات والتنافس عمل كذا كذا طبعاً. هذا هو اللي يبني المجتمع، هذا هو اللي يطور المجتمع. لا يمكن يتساوى الناس أو الناس، لا بد أن يتنافس الناس. وبالتالي تكبر الناس على هؤلاء واعتبار التفاضل على أساس في أمور لا يملك الإنسان فيها شيئا، هذا ظلم شديد. أكيد هذا ظلم خطير، والإسلام جاء لينجد به ويحاربه من أساسه. وبالتالي المسلم يلتزم منهج دينه ويحارب ما حارب الإسلام ويؤيد ما أيده الإسلام. جميل جدا شيخ، الوقت انتهى شيخ، نتمنى أن يكون عندنا وقت أطول معكم شيخ. إذن شكرا لك شيخ بونا عمر لي، المفتش العام لرابطة العلماء الموريتاني، شكرا جزيلا لك على حضورك اليوم معنا برنامج يوم جديد، وإن شاء الله نلقاك في حلقات إن شاء الله قادمة. إذن المشاهدين الكرام، برنامج يوم جديد يتواصل معكم، سنتوقف بعد الفاصل ثم بعد ذلك نعود لاستكمال فقرات البرنامج اليوم.